طيب استاذ احمد، اليوم المنظمات المجتمع المدني ادت دورها الحقيقي بان تضمن للمجتمع حريه الراي والتعبير والوصول الى الديمقراطيه الساميه، ام هي اكتفت بالتدوين، اكتفت بطرح افكار ورقيه فقط؟ منطقة الفراغ أكد على هذه النقطة. حلقة الوصل المؤتمن التي يجب أن تكون مؤتمنة منظمات المجتمع المدني، المنظمات المشتغلة في هذا الإطار تحديدا، لم تردم هذه الهوة ما بين صانع القرار وما بين متخذ القرار وما بين حتى المستفيد أو المتلقي أو الجهات أو الوجهات الإعلامية. بالتالي البعض منعتها، وهذا ما أعتقد أنه كان صوته مسموع لدرجة هسه مسألة ذاتية صوته مسموع وما قدر يوصل صوته أو حتى لغايات معينة. منظمات المجتمع المدني أيضا مدانة في هذا المجال بشكل أو بآخر، في أنها لم تكن حكما أو فيصلا مهما في مسألة تصدية مثل هكذا قوانين، وبالتالي اتاحت الفرصة لي ولك ولكل المشتغلين بهذا المجال من أجل الحصول على المعلومة أو تبني معلومة أو صياغة معلومة وصولا إلى الهدف الأسمى وهو حرية التعبير بشكل أو بآخر. من يعني بالنسبة المئوية الصحفي بالعراق مساحة الحرية والديمقراطية شقد؟ سؤال مهم، أحسنت، أنا أشكرك عليه. يعني هيك على أمر مرور سريع، أنا حضرت قبل سنة أو أكثر مؤتمر في مصر، كنت أتحدث عن ثورات الربيع العربي، كل الزملاء كانوا جالسين من الجزائر، من لبنان، من مصر، من دول عربية شتى، تركوني أتحدث وحدي مع فرد أو فردين ونهضوا وخلاص. يعني صح قياسا على ما نحن عليه، على ما نحن فيه، وأتحدث بكل صدقية هنا، ثق على ما نحن فيه من مثالب ومن عورات ومن مطبات ومن تحديات، نحن أفضل من غيرنا في مسألة مع وجود السلاح المنفلت؟ لا بالطبع، يعني أنا وياك، لكن هنالك سلطات أخرى تمارس ذات القمع، سلطات تمارس بشكل رسمي، لربما هذا السلاح المنفلت يقع في منطقة أخرى غير المنطقة المنطقة الرسمي الآن الذي تتحدث به السلطة. أنا أقصد سلطات هذه البلدان، يعني اليوم يقول لك أنا كسلطات ثلاث، يعني أنا منحتك الحق الكافي من خلال الدستور، من خلال التشريع، من خلال أنه أنت تمارس هذه الحقوق. بالنتيجة نحن واقعا أفضل من غيرنا حتى في هذا اللي أنت ذكرته الآن. السلاح المنفلت لا يمكن أن يرافقني على مدار الزمن أو الوقت، لكن هنالك عند غيرنا سلطة تراقب وتحاسب وتقمع وتسجن، ولربما تصل الأمور حتى إلى المؤبد على نحو ما نعرفه وما سمعناه الآن. يعني الزميل الأستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك. أتشرف.